الحكم الذي تراهن عليه واشنطن من هذه المباحثات بما يخص النووي؟ نعم، تراهن الولايات المتحدة على نجاح استراتيجيتها المتعلقة بانتهاج النهج الدبلوماسي مع إيران، وهذه هي سياسة أصرت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني الماضي. هذه السياسة تواجه معارضة كبيرة داخلية من الولايات المتحدة وطبعا من إسرائيل وبعض الدول الأخرى في المنطقة، ولكن الإدارة الأمريكية مصرة على هذا النهج الدبلوماسي، وهي تقول أنها في حال فشل النهج الدبلوماسي ستنظر في الخيارات الأخرى، ولكنها الآن تراهن بشكل كبير على عودة إيران لطاولة المفاوضات وعلى العودة إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2015. ولكن حتى الآن منتقدو هذه السياسة داخل الولايات المتحدة يرون أن إيران تماطل من أجل تحقيق مكاسب أكبر ومن أجل أن تستطيع أن تحصل على أجهزة طرد أكبر وعن تخصيب يورانيوم أكبر في هذه الفترة التي تتم فيها المماطلة، وهذا هو سبب الخلاف الكبير الداخلي في الولايات المتحدة بين جمهوريين والديمقراطيين، الذين يعني حيث يرى الجمهوريين أن الولايات المتحدة تضيع الوقت وأن إيران يعني بشكل أو آخر يعني لا تحترم الموقف الأمريكي، ولذلك فهم يرون أن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقف أكثر صرامة مما هي عليه الآن.